السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مهندس حسام من قناة حسام من الرياضيات. بإذن الله النهاردة هنحل على تمارين ثلاثة في الجبر للصف الثالث الإعدادي، وهي اللي هي حل معادلتين، واحد من الدرجة الأولى وواحد من الدرجة الثانية. حليت لك على أول درسين سواء جبريا أو سواء بيانيا أو سواء التطبيقات، فبإذن الله النهاردة هنحل على حل معادلتين، واحدة من الدرجة الأولى وواحدة من الدرجة الثانية. خلينا نسمي كده ونبتدي. أول واحدة بيقول لي س بتساوي ص، تمام، وسين تربيع زائد صاد تربيع بيساوي 2. كل اللي هعمله يا باشمهندس هشيل السين واحط مكانها الصاد، يبقى صاد تربيع زائد صاد تربيع هيساوي 2. اقول له يعني 2 صاد تربيع بتساوي 2، يعني الصاد تربيع هقسم على الاثنين بتساوي 1. فاقول له والله الصاد يا باشمهندس هتساوي موجب او سالب 1. طيب لما الصاد تساوي موجب 1 ولما الصاد تساوي سالب 1، لما الصاد تساوي موجب 1 السين زيها، يبقى السين بتساوي 1، ولما الصاد بتساوي سالب 1 يبقى السين بتساوي زيها اللي هو سالب 1. فاقول له والله يا باشمهندس يبقى مجموعة الحل بتاعتي 1 و1 وسالب 1 وسالب 1. خلاص يبقى كده هي دي مجموعة الحل. تعال نشوف اللي بعدها. س ناقص 3 بيساوي 0. هقول له اذا السين بيساوي 3، يبقى اعمل ايه يا باشمهندس؟ هقول له والله هشيل السين واحط مكانها 3. 3 تربيع اللي هي 9، يبقى 9 زائد الصاد تربيع بيساوي 25، صح يا باشمهندس؟ يبقى الصاد تربيع هتساوي 25 ناقص 9 16، يبقى الصاد هتساوي كام؟ موجب أو سالب 4. طب مجموعة الحل عند الصاد مرة بـ4 والصاد مرة بسالب 4، صح؟ والسين كده كده بـ3 وكده كده بـ3، يبقى مجموعة الحل هفتح قوس 3 و4 و3 وسالب 4. خلاص كده يبقى خلصنا دي. السؤال اللي بعده يا باشمهندس س ناقص 2 ص بيساوي 0. هقول له يعني الس بتساوي 2 ص. تعالى بقى اشيل الس يا باشمهندس ونحط مكانها 2 ص، ادي 2 ص كل تربيع ناقص ص تربيع بيساوي 3، صح؟ 2 اس 2 ب 4 وص اس 2 بص اس 2 ناقص ص اس 2 بيساوي 3. 4 ص تربيع ناقص ص تربيع هتديني 3 ص تربيع، كل ده بيساوي 3، يبقى الصاد تربيع هتساوي 3 على 3 بـ1، يعني الصاد هتساوي موجب أو سالب 1. طيب تعال بقى ندي الصاد مرة بموجب والصاد مرة بسالب. لما تبقى موجب 1 يبقى الس بـ2، لما تبقى سالب 1 الصاد هنا سالب 1، سالب 1 في 2 يبقى الس بكام؟ بسالب 2. يبقى مجموعة الحل بتاعتي 2 و1 وسالب 2 وسالب 1. خلاص هنشوف اللي بعدها. بيقول لي س ناقص ص بيساوي 0. هقول له يعني معناها ان الس بتساوي الصاد. خلاص طيب تعالى بقى نشيل الس ونحط ص، يبقى ص تربيع زائد ص في ص بص تربيع زائد ص تربيع بيساوي 27، يبقى 3 ص تربيع بيساوي 27، يعني الص تربيع هتساوي 27 على 3 يعني 9، يعني الصاد هتساوي موجب او سالب 3. هاخد الصاد مرة ب3 ومرة الصاد بكام؟ سالب 3. لما اخدها ب3 يبقى السين ب3 برضه، لان السين بيساوي الصاد، ولما اخدها بسالب 3 يبقى السين برضه بكام؟ بسالب 3. يبقى مجموعة الحل بتاعتي 3 و3 وسالب 3 وسالب 3. تمام تعالى نشوف اللي بعدها. السؤال اللي بعده يا باشمهندس بيقول لي ص ناقص 2 س، يبقى الصاد هتساوي 2 س. تعالى بقى نشيل يا باشمهندس السين ونحط والصاد ونحط مكانها 2 س، يبقى س في 2 س بيساوي 18، يبقى 3 2 سوري س تربيع بيساوي 18، يعني الس تربيع هتساوي 18 على 2 يعني 9، يعني الس هتساوي موجب او سالب 3. خلاص لما الس يا باشمهندس تبقى ب3 وادي الس تبقى بسالب 3، اهي لما تبقى 3 يبقى الصاد 2 في 3 ب6. طب لما تبقى سالب 3، سالب 3 في 2 يبقى الصاد بكام؟ بسالب 6. يبقى مجموعة الحل بتاعتي 3 و6 وسالب 3 وسالب 6. خلاص يا باشمهندس كده حلينا السؤال ده. تعال نشوف اللي بعده. السؤال اللي بعده يا باشمهندس بيقول لي س زائد ص بيساوي 0، يعني الس بتساوي السالب ص. خلاص ص تربيع بيساوي س. طيب تعال بقى نشوف انت عايز تشيل انهي واحده. تعالى بقى نشيل السين ونحط ص سالب ص، يبقى الص تربيع هتساوي سالب ص، يعني الص تربيع زائد اجيب بقى الص هنا بيساوي 0،
تعالى ناخد الصاد عامل مشترك، هيفضل لي صاد زائد واحد بيساوي صفر. هقول له انا عندي حلين، يا اما الصاد هتساوي الصفر او الصاد زائد واحد هيساوي صفر، يعني الصاد هتساوي سالب واحد. طب لما الصاد بصفر ما هتتخلي برضو السين بصفر. طب ما لو الصاد سالب واحد، سالب واحد في سالب يبقى السين بكام؟ بموجب واحد. يبقى مجموعة الحل صفر وصفر وواحد وسالب واحد. خلاص تعال نشوف اللي بعدها. بيقول لي س ناقص ص بيساوي صفر، يعني الس بتساوي الص. تمام. بيقول لي س بيساوي 4 على ص، تعالى نشيل الس يبقى ص بتساوي 4 على ص. نضرب بقى الاتنين دول في بعض، يعني ص تربيع بيساوي 4، يعني الص هتساوي موجب او سالب 2، صح؟ تمام. الص هتساوي 2 والص هتساوي سالب 2. لما الص بتساوي 2 ما بتساوي الس، يبقى الس بتساوي 2. لما الصاد بتساوي سالب 2 يبقى السين بتساوي سالب 2. يبقى الحل بتاعي 2 و2 وسالب 2 وسالب 2. خلاص يا باشمهندس كده كده خلصنا السؤال ده بالكامل. تعال بقى نخش على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده يا باشمهندس بيقول لي الصاد بيساوي س ناقص 1 وصاد تربيع زائد س بيساوي 7. هشيل الصاد واحط مكانها س ناقص 1 كل تربيع زائد س بيساوي 7. هعمل ايه؟ افك التربيع، يبقى س تربيع 2 في الأول في التاني، يبقى أنا ناقص 2 س زائد 1 زائد س بيساوي 7. أقول له عن الس تربيع ناقص 2 س وس يبقى سالب س، وأجيب السبعة هنا تبقى سالب 7، سالب 7 وموجب 1 يبقى سالب 6 بيساوي 0. هحلل يبقى س ناقص 3 في س زائد 2 بيساوي 0. هقول له يا إما الس هتساوي 3 يا إما الس هتساوي سالب 2. طيب لما الس بتساوي إيه؟ 3، يبقى 3 ناقص 1 يبقى الصاد بتساوي 2. لما س بتساوي سالب 2، سالب 2 وسالب 1 يبقى الصاد بتساوي سالب 3. يبقى مجموعة الحل 3 و2 وسالب 2 وسالب 3. خلاص يا باشمهندس يا رب تكون مفهوم. السؤال اللي بعده بيقول لي الس بتساوي 5 ناقص صاد، فاشيل الس واحط مكانها 5 ناقص صاد كل تربيع ناقص الصاد تربيع بيساوي 55. أربع يبقى 25 ناقص 2 في 5 ب10 ص زائد الص تربيع ناقص ص تربيع بيساوي 55. موجب الص تربيع هتروح مع دي، يبقى 25 ناقص 10 ص بيساوي 55. هقول له السالب 10 ص وأودي ال 25 الناحية التانية بإشارة مختلفة سالب، يبقى هتديني هنا 30، يبقى الص بكام؟ بسالب 3. هنعوض عن الصاد بسالب 3، 5 ناقص ناقص 3 يبقى الس بكام؟ ب8. يبقى مجموعة الحل بتاعتي هي 8 و3 فقط لا غير. خلاص يا باشمهندس هنشوف اللي بعدها. يقول لي س ناقص ص بيساوي 1، هقول له يعني الس بتساوي ص زائد 1. تعال بقى نشيل الس ونحط ص زائد 1. خلاص كل تربيع زائد ص تربيع يساوي 25. هنفك يبقى ص تربيع زائد 2 ص زائد 1 زائد ص تربيع يساوي 25. نجمع يبقى 2 ص تربيع زائد 2 ص، نجيب ال 25 هنا بالسالب معاها موجب 1 يبقى سالب 24 بيساوي 0. هنقسم على الاتنين، يبقى ص تربيع زائد ص ناقص 12 بيساوي 0. هنحلل يبقى ص موجب 4 في ص ناقص 3، عددين حاصل ضربهم 12 والفرق ما بينهم 1، يبقى 4 و3. يبقى الصاد هتساوي سالب 4 والصاد هتساوي 3. لما الصاد سالب 4، سالب 4 موجب 1 يبقى السين ب3. لما الصاد بتساوي 3، 3 و1 يبقى 4، يبقى السين بكام؟ ب4. يبقى مجموعة الحل 3 وسالب 4 و4 و3. خلاص يا باشمهندس كده حلينا السؤال ده، تعال نشوف اللي بعده. السؤال رقم 4 بيقول لي يا باشمهندس س ناقص ص ناقص 2 بيساوي 0. هقول له يعني الس بتساوي الص زائد 2، نقلت الاتنين بإشارتين مختلفين. بعد كده هقول له هشيل الس تربيع واحط مكانها ص زائد 2 ناقص ص تربيع لتربيع، كل ده بيساوي كام يا باشمهندس؟ بيساوي 0. خلاص هربع بقى، يبقى ص تربيع زائد 2 في 2 ب4 ص زائد 4 ناقص الص تربيع بيساوي 0. في الص تربيع مع دي هيفضل لي 4 ص زائد 4 بيساوي 0. اقول له يعني ال 4 ص هتساوي سالب 4، يعني الص هتساوي سالب 4 على 4 تديني سالب 1. اقول له اذا الس بتساوي كام؟ احط هنا الص بسالب 1،
سالب واحد وموجب اتنين يديني موجب واحد، يبقى السين بواحد، يبقى مجموعة الحل بتاعتي واحد وسالب واحد فقط. تمام يا باشمهندس، تعال نشوف السؤال اللي بعده. السؤال رقم 5 بيقول لي يا باشمهندس 2 س زائد ص بيساوي 10، هقول له يعني الصاد بتساوي 10 ناقص 2 س. تعالى بقى نشيل الصاد ونحط 10 ناقص 2 س تربيع، كل ده بيساوي كام؟ 25. يبقى س تربيع زائد 10 أس 2 ب 100 ناقص 2 في 2 ب 4 في 10 يبقى 40 س، زائد الأخير تربيع 4 س تربيع بيساوي 25، 4 س تربيع و س تربيع يبقى 5 س تربيع ناقص 40 س. تعال نجيب ال 25 دي إشارة مختلفة، يبقى سالب 25 و100 يبقى موجب 75 بيساوي صفر. هنقسم على 5 يبقى س تربيع ناقص 8 س زائد 15 بيساوي صفر. هحلل س ناقص 3 في س ناقص 5، عددين حاصل ضربهم 15 ومجموعهم 8، يبقى السين هتطلع مرة ب3 والسين مرة هتطلع ب5. طب ما لما السين ب3 يبقى 10 ناقص 2 في 3 يبقى الصاد ب4. طب لما السين ب5 2 في 5 ب10، 10 ناقص 10 يبقى ب0، يبقى مجموعة الحل بتاعتي 3 و4 و5 و0. خلاص يا باشمهندس، تعالى نشوف اللي بعدها. بيقول لي صاد ناقص السين بيساوي 3، هقول له يعني قصدك ان الصاد بيساوي س زائد 3. تعالى بقى نشيل الصاد ونحط س زائد 3، يبقى س تربيع ناقص 2 س زائد 3 في س زائد 3، كل ده بيساوي كام؟ 15. تعالى نخلص، س تربيع ناقص 2 س زي ما هي زائد 3 س زائد 9، ونجيب ال 15 هنا يبقى سالب 15 بيساوي صفر. يبقى س تربيع ناقص 2 س وموجب 3 س موجب س، موجب 9 ناقص 15 يبقى سالب 6 بيساوي صفر. أحلل، يبقى س زائد 3 في س ناقص 6 ناقص 2 بيساوي صفر. ليه؟ عددين حصل ضربهم 6 والفرق ما بينهم 1، هنا الس هتطلع بسالب 3، أحط الس بسالب 3 يبقى الصاد بصفر. هنا الس هتطلع ب2، أحط الس ب2، 2 و3 5 يبقى الصاد ب5، يبقى مجموعة الحل 2 و5 وسالب 3 وصفر يا باشمهندس. خلاص، تعالى نشوف اللي بعدها. بيقول لي ص زائد 2 س بيساوي 7، اقول له يعني الص هتساوي 7 ناقص 2 س. قلنا الص هتساوي 7 ناقص 2 س، تعالى بقى نعوض، يبقى 2 س تربيع زائد س زائد 3 في 7 ناقص 2 س، كل ده بيساوي كام؟ 19. يبقى 2 س تربيع زائد س زي ما هي زائد 3 في 7 ب 21 ناقص 6 س، ونجيب 19 يبقى سالب 19 بيساوي صفر. ادي 2 س تربيع، موجب س وسالب 6 س سالب 5 س، موجب 21 وسالب 19 يبقى موجب 2 بيساوي صفر. تعال بقى نحلل، دي هتبقى 2 س زائد 2 س ناقص 2 في س ناقص 1 بيساوي صفر. ليه؟ عشان نحصل على سالب 5، يبقى دي 2 س ناقص 1 سوري في س ناقص 2. هنحلل يا باشمهندس، او بتحطها على الآلة الحاسبة اهي، مود 5 3، تحط العوامل اللي هي 2 وسالب 5 و2، هتطلع معاك ب2 ونص، دي اللي هي الجذور، يعني هتديك السين على طول. يبقى السين هتساوي من هنا نص والسين بتساوي 2. تعال نعوض، لما السين بنص 2 في نص ب1 يبقى 7 ناقص 1 يبقى الصاد ب6. طب لما السين ب2 2 في 2 ب4، 7 ناقص 4 يبقى الصاد ب3، يبقى مجموعة الحل نص و6 و2 و3 يا باشمهندس. خلاص كده خلصنا الجزء ده، تعال نشوف اللي بعده. السؤال رقم 3 يا باشمهندس بيقول لي س زائد ص بيساوي 7، هقول له يعني الس هتساوي 7 ناقص ص، وس في ص بيساوي 12، هنشيل الس ونحط 7 ناقص ص ونضرب في الص بيساوي 12، 7 في ص ب7 ص ناقص ص في ص يبقى ص تربيع، هنجيب ال 12 يبقى سالب 12 بيساوي صفر. تعالى نضرب في سالب عشان نضيع دي، يبقى الص تربيع ناقص 7 ص موجب 12 بيساوي صفر. تعالى نحلل، يبقى ص ناقص 3 في ص ناقص 4، ليه؟ يبقى ص بيساوي 3 وص بيساوي 4. تعالى نعوض، لما الص بيساوي 3 يبقى 7 ناقص 3 يبقى الس ب4، والص بتساوي 4 يبقى 7 ناقص 4 يبقى الس بكام؟ ب3، يبقى مجموعة الحل 4 و3 و3 و4. خلاص تمام، تعالى نشوف اللي بعدها. بيقول لي يا باشمهندس س زائد 5 س زائد ص بيساوي 5،
اقول له يعني يا باشمهندس السين بتساوي 5 ناقص صاد، بيقول لي بعد كده سين صاد بيساوي س على 6، سين صاد على 6 بيساوي 1، هضرب وسطين في طرفين يعني السين صاد بيساوي 6. تعال نشيل السين ونحط 5 ناقص صاد، فصاد بيساوي 6، يبقى 5 صاد ناقص صاد تربيع بيساوي 6. تعال ننقل المرة دي هنا، يبقى صاد تربيع ناقص 5 صاد زائد 6 بيساوي 0. هحلل، يبقى صاد ناقص 2 في صاد ناقص 3، حاصل ضربهم 6 ومجموعهم 5. يبقى الصاد هتساوي 2 مرة والصاد هتساوي 3 مرة. لما الصاد هتساوي 2 السين هتساوي 3، لما الصاد هتساوي 3 يبقى السين هتساوي كام؟ 2. يبقى مجموعة الحل 3 و2 و2 و3. خلاص تعالى نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده يا باشمهندس بيقول لي صاد ناقص سين بيساوي 2. اقول له يعني الصاد بتساوي سين زائد 2. تعالى بقى نشيل الصاد ونحط مكانها سين زائد 2، هيبقى السين تربيع زائد سين، الصاد هنشيلها هيبقى سين زائد 2 ناقص 4 بيساوي 0. يعني سين تربيع زائد سين تربيع زائد 2 سين ناقص 4 بيساوي 0، يعني 2 سين تربيع زائد 2 سين ناقص 4 بيساوي 0. هنقسم على الاثنين، يبقى سين تربيع زائد سين ناقص 2 بيساوي 0، يبقى سين ناقص زائد 2 في سين ناقص 1 بيساوي 0. يعني السين من هنا هتطلع سالب 2، والسين من هنا هتطلع موجب 1. لما السين بسالب 2 يبقى الصاد هتديني 0، لما السين بواحد يبقى الصاد بكام؟ ب3. مجموعة الحل سالب 2 و0 و1 و3. السؤال اللي بعده، س ناقص 2 ص ناقص 1 بيساوي 0. قال له والله يا باشمهندس دي السين هتساوي 2 ص، او ادينا هدينا اشياء مختلفة، فالواحد برضه يبقى 2 ص زائد 1. تعال نشيل السين ونحط مكانها 2 ص زائد 1 كل تربيع ناقص السين برضه هنشيلها اللي هي 2 ص زائد 1، كل ده مضروب في ايه يا باشمهندس؟ في الصاد. خلاص طيب تعال نشوف يساوي صفر، هنربع يبقى 4 ص تربيع زائد 2 في 2 ب 4 في 1 يبقى 4 ص زائد 1، تمام. ناقص 2 ص في ص يبقى ناقص 2 ص تربيع ناقص 2 ص زائد 1 يعني ناقص ص يساوي صفر. خلاص 4 ص تربيع ناقص 2 ص تربيع تديني 2 ص تربيع، 4 ص وسالب ص تديني موجب 3 ص وموجب 1 بيساوي صفر. دي هتتحلل 2 ص زائد 1 في ص زائد 1 بيساوي صفر. من هنا الص هتطلع سالب نص، ومن هنا الص هتطلع سالب 1. طب ما الص بسالب 1، 2 في سالب 1 بسالب 2 وموجب 1 يبقى السين برضو بسالب 1. طب ما لما الص بسالب نص، سالب نص يبقى سالب 1 وموجب 1 يبقى السين بصفر. يبقى مجموعة الحل صفر وسالب نص وسالب 1 وسالب 1. خلاص يا باشمهندس هنشوف اللي بعدها. رقم 5 يا باشمهندس السين هتساوي 4 ناقص 2 ص. تعال نشيل السين، يبقى 4 ناقص 2 ص كل تربيع زائد 4 ناقص 2 ص في ص زائد الص تربيع بيساوي 7. تعال نفك، يبقى 16، 2 في 4 ب 8 في 2 بيبقى سالب 16 ص زائد 4 ص تربيع، 4 في ص ب 4 ص ناقص 2 ص تربيع زائد ص تربيع، كل ده بيساوي كام؟ 7. تعال نجمع، 4 ص تربيع وسالب 2 ص تربيع يبقى 2 ص تربيع، وكمان ص تربيع يبقى 3 ص تربيع. موجب 4 ص وسالب 16 ص يبقى سالب 12 ص. تعال نودي 7 الناحية التانية بأشارة مختلفة، يبقى سالب 9، يبقى موجب 9 لأن 16 ناقص 7 هيديني موجب 9 بيساوي 0. تعال نقسم على 3، يبقى ص تربيع ناقص 4 ص زائد 3 بيساوي 0. هحلل اللي هي ص ناقص 3 في ص ناقص 1 بيساوي 0، يبقى الص بتساوي 3 أو الص بتساوي 1. لما الص بتساوي 3 يبقى 4 ناقص 6 هتديني سالب 2، ولما بالسين لما الص هتساوي 1 يبقى 4 ناقص 2 يبقى السين بكام؟ ب2. فمجموعة الحل 2 و1 وسالب 2 و3. خلاص هنشوف اللي بعدها. هيقول لي إن الص بتساوي س زائد 3، هشيل بقى الصاد، يبقى السين تربيع زائد الصاد اللي هي سين زائد 3 كل تربيع ناقص سين زائد 3 في سين، كل ده بيساوي كام؟ 13. ادي السين تربيع، تعال نفك، يبقى سين تربيع 2 في 3 ب 6 سين زائد 9 ناقص سين في سين بسين تربيع
وناقص 3 س يساوي 13. تعال نجمع س تربيع وس تربيع، 2 س تربيع وسالب س يبقى س تربيع، كل ده راح. موجب 6 س وسالب 3 س يبقى موجب 3 س. سالب 13 هنجيبها هنا، يبقى سالب 13 وموجب 9 يديني سالب 4، كل ده بيساوي صفر. هقول دي والله اللي هي س زائد 4 في س ناقص 1 بيساوي صفر. هنا الس هتطلع بسالب 4، لما الس بسالب 4 يبقى سالب 4 موجب 3 يبقى الصواب بواحد بسالب 1 سوري. وهنا الس هتطلع بواحد، لما الس بتساوي 1 يبقى الصواب بكام؟ 4. خلاص خلصنا السؤال ده، تعال نخش على اللي بعده. السؤال رقم 7 يا باشمهندس بيقول لي ان الس بتساوي الصاد زائد 10، يبقى س تربيع هشيلها يبقى ص زائد 10 كل تربيع، ناقص 4 هشيل الس برضو يبقى ص زائد 10 مضروبة دي 4 ص خلاص، زائد ص تربيع بيساوي 52. هنفك يبقى ص تربيع زائد 2 في 10 20 ص زائد 100، ناقص 4 ص في ص بناقص 4 ص تربيع، ناقص 4 ص في 10 ناقص 40 ص زائد ص تربيع، كل ده بيساوي 52. تعال نجمع ص تربيع وص تربيع يديني 2 ص تربيع، وسالب 4 ص تربيع يبقى سالب 2 ص تربيع، ويبقى ده كله راح يا باشمهندس. 20 ص وسالب 40 ص يبقى سالب 20 ص، دول راح. تعال نجيب ال 52 الناحية التانية بإشارة مختلفة، يبقى 100 ناقص 52 يبقى يديني 48، كل ده بيساوي صفر. هقسم على الاتنين يبقى ص تربيع ناقص 10 ص سالب ص تربيع يبقى زائد 24 بيساوي صفر. هضرب في سالب يبقى ص تربيع زائد 10 ص ناقص ال 24 بيساوي صفر. عايزين رقمين يا باشمهندس حاصل ضربهم 24 والفرق ما بينهم 10، يبقى هي الاتنين والاتناشر، يبقى ده ص زائد 12 في ص ناقص 2 بيساوي صفر. هحلل من دي هتطلع الص سالب 12 ومن هنا هتطلع الصاب 2. تعالى بقى ما نحط الصاب 2 يبقى الس ب 12، لما نحط الصاب بسالب 12 سالب 12 و10 يبقى الس بكام؟ سالب 2، يبقى الس سالب 2 و12 والس بتساوي 12 و2. خلاص يا باشمهندس كده خلصنا حل السؤال ده، تعال نخش على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده يا باشمهندس بيقول لي اوجد في ح الس بتساوي صفر، تعال بقى انا اعوض في المعادله دي، يبقى صفر زائد ص تربيع زائد 4 في صفر بصفر زائد 3 ص ناقص 10 بيساوي صفر، يبقى ص تربيع زائد 3 ص ناقص 10 بيساوي صفر. هنحلل يبقى ص موجب 5 في ص ناقص 2 بيساوي صفر، من هنا الص هتطلع سالب 5 ومن هنا الص هتطلع ب2، وكده كده عندي الس بصفر وهنا الس بصفر، يبقى مجموعة الحل صفر وسالب 5 وصفر و2. خلاص تعال نشوف اللي بعدها. السؤال رقم 2 بيقول لي س ناقص 2 ص بيساوي 8، هقول له يعني الس بتساوي 2 ص زائد 8. بيقول لك ان الص تربيع بيساوي الس، يعني الص تربيع بيساوي 2 ص زائد 8. هقول له عن الص تربيع ناقص ال 2 ص ناقص ال 8 بيساوي صفر. احلل يبقى ص ناقص 4 في ص زائد 2 بيساوي صفر. هقول له من هنا الص هتساوي 4، ولما الص بتساوي 4 4 في 2 ب 8، و8 يبقى الس ب 16، وهنا الص هتطلع بسالب 2، لما تساوي سالب 2 في 2 بسالب 4 وموجب 8 يبقى الص بكام؟ بالس سوري بكام؟ ب 4. يبقى مجموعة الحل 4 وسالب 2 و16 و4. خلاص تعال نشوف اللي بعده. السؤال اللي بعده يا باشمهندس بيقول لي س زائد 2 ص بيساوي 2، اقول له يعني الس هتساوي 2 ناقص 2 ص. تعالى بقى نشيل الس ونحط 2 ناقص 2 ص كل تربيع زائد 2 ص مضروبة في 2 ناقص 2 ص، كل ده بيساوي 2. يبقى هنا 4 ناقص 2 في 2 في 4 في 2 ب 8 ص زائد 4 ص تربيع زائد 4 ص ناقص 4 ص تربيع، كل ده بيساوي 2. موجب 4 ص تربيع هروح مع سالب 4 ص تربيع، هتضل موجب 4 ص وسالب 8 ص يبقى سالب 4 ص هيساوي، هودي الأربعة الناحية التانية بإشارة مختلفة، يبقى سالب 4 وموجب 2 يبقى سالب 2. هقسم على السالب 4 يبقى الصاد بكام؟ بنص. هضمن الصاد بنص، 2 في نص بواحد يبقى السين بكام؟ بواحد. يبقى مجموعة الحل بتاعتي يا باشمهندس اللي هي 1 ونص. خلاص تمام يا باشمهندس، تعال نشوف اللي بعدها. السؤال رقم 4 بيقول لي س زائد ص بيساوي 2، يعني الس هتساوي 2 ناقص ص. تعال نشيلها بقى، يبقى 2 ناقص ص الكل تربيع
زائد ص تربيع زائد 2 ص مضروبة في 2 ناقص ص زائد ص، كل ده بيساوي 6. 2 أس 2 ب4، 2 في 2 ب4 يبقى ناقص 4 ص، زائد ص تربيع زائد ص تربيع زائد 4 ص ناقص 2 ص تربيع زائد ص، كل ده بيساوي 6. تعال نشوف الص تربيع والص تربيع قد 2، الاتنين هيروحوا مع السالب 2 ص، سالب 4 ص وموجب 4 ص هيروحوا مع بعض، هيفضل لي هنا الصاد بيساوي، هنود الأربعة الناحية التانية بأشارة مختلفة، يبقى 6 ناقص 4 يبقى الصاد بتساوي كام؟ 2. لما الصاد بتساوي 2 السين هتساوي 0، يبقى مجموعة الحل 0 و2 يا باشمهندس. خلاص تعال نشوف اللي بعده. السؤال بعده يا باشمهندس، السؤال رقم 5 بيقول لي سين زائد الصاد بيساوي 2، أقول له يعني السين هتساوي 2 ناقص صاد. المعادلة التانية 1 على سين زائد 1 على ص بيساوي 2، اقول له والله يا باشمهندس انا هضرب هنا في س ص، لما اضرب في س ص هيفضل لي الص، وما اضرب هنا في س ص هيفضل لي الس، هيساوي 2 س ص. تعال بقى نشيل الس ونحط، يبقى ص زائد 2 ناقص ص بيساوي 2 في 2 ناقص ص في ص، الص هتروح مع السالب ص يبقى يفضل لي هنا 2، 2 في 2 ب4 يبقى 4 ص، 2 في ص ب2 ص يبقى سالب 2 ص تربيع. تعال بقى نرتبها، يبقى 2 ص تربيع ناقص 4 ص زائد 2 بيساوي 0. تعال بقى نشوفها يا باشمهندس دي هتتحلل ازاي. هنقسم على 2، يبقى ص تربيع ناقص 2 ص زائد 1 بيساوي 0، يبقى ص سالب 1 كل تربيع بيساوي 0، يعني الصاد هتساوي 1. لما الصاد بتساوي 1 يبقى السين بتساوي 1، يبقى مجموعة الحل بتاعتها يا باشمهندس اللي هي 1 و1. خلاص كده خلصنا الجزء ده من الأسئلة، تعال نشوف اللي بعده. سؤال أكتر يا باشمهندس بيقول لي مجموعة حل المعادلتين س ص بتساوي 5 و س زائد س ص بيساوي 6 في ح هي، أقول له والله يا باشمهندس أنا معايا إن س ص بتساوي 5، يبقى إذا السين وأشيل السين ص أحط مكانها 5 يبقى س زائد 5 بيساوي 6، يعني السين بتساوي 1. لما انا معايا س ص بيساوي 5، لما الس بتساوي 1 يبقى الص بتساوي 5، يبقى مجموعة الحل والله يا باشمهندس اللي هي 1 و5، يبقى الإجابة اللي هي ألف. خلاص كده خلصنا السؤال ده، تعال نشوف اللي بعده. السؤال اللي بعده يا باشمهندس بيقول لي مجموعة حل المعادلتين س ناقص ص بيساوي 0، هقول له يعني الس منها بتساوي الص، ومعايا س في ص بيساوي 9، يعني الص تربيع بيساوي 9، يعني الص هتساوي موجب أو سالب 3، ومنها لما الص بتساوي موجب 3 الس هتساوي برضه موجب 3، ولما الص بتساوي سالب 3 يبقى الس بتساوي سالب 3، يبقى مجموعة الحل بتاعتي يا باشمهندس اللي هي 3 و3 وسالب 3 و3 هي الإجابة د. السؤال اللي بعده بيقول لي مجموعة حل المعادلتين س بتساوي 1، هشيل الس تربيع دي وخليها 1 تربيع ناقص الص تربيع يساوي 10، يبقى سالب الص تربيع يساوي، نودي الواحد الناحية التانية يساوي 9، يبقى الص تربيع يا باشمهندس سالب 9، ومفيش حاجة عشان الص هتجيب الجذر، مفيش حاجة اسمها يا باشمهندس جذر لحاجة سالبة، يبقى الإجابة بتاعت اللي هي فاي اللي هي د. خلاص السؤال اللي بعده بيقول لي س زائد ص بيساوي 0، هقول له يعني الس بتساوي سالب ص، هعوض هنا يبقى سالب ص كل تربيع زائد ص تربيع كل ده بيساوي 2، يعني هنا الص تربيع مع ص تربيع يبقى 2 ص تربيع بيساوي 2، يعني الص تربيع بيساوي 1، يعني الص هتساوي موجب أو سالب 1. طب لما الص بتساوي موجب 1 هي عكس الس، يبقى الس هتساوي سالب 1، ولما الص هتساوي سالب 1 يبقى الس هتساوي موجب 1، يبقى الإجابة بتاعتي 1 وسالب 1 وسالب 1 و1 اللي هي الإجابة إيه يا باشمهندس؟ د. خلاص هنشوف بعدها. بيقول لي الزوج المرتب يحقق المعادلتين، أقول له والله من تاني معادلة دي إن الس بتساوي ص زائد 1، تعال نشيل الس يبقى ص زائد 1 في ص بيساوي 2، يعني الص تربيع زائد الص، تعال نجيب الاتنين بإشارة مختلفة، ناقص 2 بيساوي 0، هحلل يبقى ص زائد 2 في ص ناقص 1 بيساوي 0، هنا الص هتطلع بسالب 2 وهنا الص هتطلع بموجب 1، سالب 2 وموجب 1 هتديني سالب 1، 1 و1 هيديني 2، يبقى الإجابة بتاعتي 2 و1 وسالب 1 وسالب 2. جيت بصيت على الإجابات ملقتش اللي هي 2 و1، يبقى هختارها يا باشمهندس. خلاص هنشوف اللي بعدها. بيقول لي احد حلول المعادلتين س ناقص ص بيساوي 2، هقول له يعني الس بتساوي الص زائد ال2، تعال بقى نعوض، يبقى ص زائد 2 كل تربيع
زائد ص تربيع بيساوي 20، يبقى ص تربيع زائد 4 ص زائد 4 زائد ص تربيع بيساوي 20، يبقى 2 ص تربيع زائد 4 ص. تعال نجيب ال 20 الناحية التانية، يبقى سالب 16 بيساوي صفر. هقسم على الاتنين، يبقى ص تربيع زائد 2 ص ناقص 8 بيساوي صفر. هحلل، يبقى ص زائد 4 في ص ناقص 2 بيساوي صفر. يبقى ص هتبقى من هنا في سالب 4، وهنا الص هتبقى ب2. لما الص ب2 يبقى س ب4، لما الص بسالب 4 يبقى س بسالب 2. ايه الحل اللي موجود يا باشمهندس عندي؟ الحل اللي موجود اللي هو 4 و2، يبقى الإجابة اللي هي د. خلاص تعال نشوف الأسئلة اللي بعد كده. السؤال رقم 7 يا باشمهندس بيقول لي الص بتساوي 1 ناقص س، وس زائد ص الكل تربيع زائد ص بيساوي 5. بص يا باشمهندس، لازم هنفك القوس المربع ده الأول. يعني هقول له س تربيع زائد 2 س ص زائد ص تربيع زائد الص بيساوي 5. بعد كده هشيل بقى الصاد واحط مكانها 1 ناقص س. ادي الس تربيع زائد 2 س في 1 ناقص س زائد 1 ناقص س الكل تربيع زائد 1 ناقص س، كل ده بيساوي 5. هنخلص س تربيع زائد 2 س ناقص 2 س تربيع، هنفك ده، ادي 1 ناقص 2 س زائد س تربيع زائد 1 ناقص س، كل ده بيساوي 5. تعالى بقى نجمع س تربيع وس تربيع، يبقى 2 س تربيع هتروح مع السالب 2 س تربيع، والاتنين س هتروح مع السالب 2 س، هيفضل لي سالب س. موجب واحد وموجب واحد يبقى موجب 2، هنوديهم الناحية التانية بأشياء مختلفة، يبقى سالب 2، يبقى سالب س بيساوي 3، يبقى س هتساوي سالب 3. أقول له لما السين بتساوي سالب 3 يبقى 1 ناقص ناقص 3، يبقى الصاد بكام؟ ب4. يبقى الإجابة بتاعتي يا باشمهندس اللي هي د. خلاص تعال نشوف اللي بعدها. السؤال اللي بعده يا باشمهندس بيقول لي س تربيع زائد س ص بيساوي 15، وس زائد ص بيساوي 5، س بكام؟ أقول له والله يا باشمهندس إن س بتساوي 5 ناقص ص. هعوض، يبقى 5 ناقص ص كل تربيع زائد 5 ناقص ص في ص بيساوي 15. هنا 25 ناقص 10 ص زائد ص تربيع، هنا موجب 5 ص ناقص الص تربيع يساوي 15. سالب ص تربيع هتروح مع الص تربيع، سالب 10 ص وموجب 5 ص هيديني سالب 5 ص. هودي ال 25 الناحية التانية بأشياء مختلفة، يبقى 15 ناقص 25 هيديني سالب 10، يبقى الص هتساوي سالب 10 على سالب 5، يبقى الص ب2. لما الص بتساوي 2 يبقى الس 5 ناقص 2 ب3، يبقى هي الإجابة ألف. كده خلصنا الأسئلة دي يا باشمهندس. تعالى بقى نخش على أسئلة التطبيقات. خش يا باشمهندس على أسئلة التطبيقات. بيقول لي عددان حقيقيان مجموعهما 17، هقول له يعني السين زائد الصاد بيساوي 17، حاصل ضربهم 72، يعني السين في الصاد بيساوي 72. طيب من أول معادلة هقول له إن السين هتساوي 17 ناقص صاد. تعال بقى نشيل السين، يبقى 17 ناقص صاد في الصاد بيساوي 72، يعني 17 صاد ناقص صاد تربيع، هنجيب ال 72 أو خليها، هنودي دول بقى الناحية التانية، يبقى الص تربيع ناقص 17 ص زائد 72 بيساوي صفر. بص يا باشمهندس، هتجيب الآلة الحاسبة، تخش على زرار المود، تضغط 5 وبعدين 3، هتكتب العوامل اللي هي 1 وسالب 17 و72، هيطلع لك الجذور، يبقى الص مرة هتساوي 9 ومرة هتساوي 8. خلاص تمام كده. لما الص بتساوي 9، يعني هنحط الص هنا ب9، يبقى السين بكام؟ ب8. ولما احط الصاد ب8 يبقى السين بكام؟ ب9. يبقى العددين هما ايه يا باشمهندس؟ 8 و9. خلاص ما تخافش في التحليل في درس التطبيقات، كل اللي عليك هتعمل زي ما انا عملت دلوقتي، هتجيب الآلة الحاسبة وتحط العوامل. عددان حقيقيان مجموعهما 9، يعني السين زائد الصاد بيساوي 9. تعال نجيب المعادلة التانية، يبقى السين بتساوي كام؟ 9 ناقص الصاد. في أسهل من كده؟ الفرق بين مربعيهما يعني س تربيع ناقص ص تربيع اللي هو مربعينهم يساوي 45. طيب بص يا باشمهندس، في حل سهل، دي هنفكها اللي هي س ناقص ص فرق ما بين مربعين، هو س زائد ص بيساوي كام؟ 45. صح يا باشمهندس؟ تمام يا باشمهندس. تعالى بقى بعد كده هنعمل ايه؟ يعني هو معايا س زائد ص ب9، كام في 9 هيديني 45؟ اكيد 5، يبقى س ناقص ص بيساوي كام؟ 5. ومعايا المعادله الاولى س زائد ص بيساوي كام؟ 9. هقول له بالجمع السالب ص هيروح مع دي، يبقى 2 س هيساوي 14، يعني الس بكام؟ ب7. خلاص جبت الس ب7،
مع ال س بتساوي 9 ناقص ص، يعني ال ص بكام؟ ب2. يبقى العددين هما ايه يا باشمهندس؟ 2 و7. خلاص، يبقى انت دايما دور على الطريقه السهله، هو مش هيحاسبك انت حليت بايه. خلاص، عددان موجبان احدهما يزيد عن ثلاثه الامثال الاخر بمقدار واحد. يعني لو انا عندي العددين اللي هما س وص، فاخد واحد ناقص ثلاث امثال التاني بيساوي كام؟ واحد. هعمل المعادله دي، يبقى س بتساوي كام؟ 3 ص زائد 1. جبنا اول معادله. تاني معادله بيقول لي مجموع مربعهما بيساوي 17، يعني السين تربيع زائد الصاد تربيع بيساوي كام؟ 17. تعالى بقى نشيل السين ونحط 3 صاد زائد 1 زائد صاد تربيع بيساوي 17. خلاص يا باشمهندس، ده تربيع برضو، يبقى 3 صاد اس 2 اللي هي 9 صاد اس 2 زائد 2 في 3 ب 6، 6 صاد زائد 1 زائد صاد تربيع بيساوي 17، يبقى 10 صاد تربيع زائد 6 صاد. هنجيب ال 17 هنا، يبقى سالب 16 بيساوي صفر. اقسم على الاتنين، يبقى 5 ص تربيع زائد 3 ص ناقص 8 بيساوي صفر. بص يا باشمهندس، هتجيب الآلة، خش على المود اهو، تحط 5 وموجب 3 وسالب 8. بس هيطلع لك مرة الصب 1، وهيطلع لك مرة الصب كام؟ سالب 8 على 5. هو بيقول لي عددان موجبان، صح؟ يبقى الصاد سالب 8 على 5 ده اقول له مرفوض. يبقى الصاد واحد، لما الصاد واحد يبقى 3 في 1 ب 3، 3 في 1 4، يبقى السين بكام؟ ب 4 يا باشمهندس. خلاص، يبقى انا والله العددين اللي هم ايه؟ 1 و4. السؤال اللي بعد كده بيقول لي مستطيل محيطه 18 ومساحته 18، محيطه 18 ومساحته 18. طيب، ما انا عارف ان محيط المستطيل الطول زائد العرض الكل في 2، يعني س زائد ص في 2 بيساوي 18، وعارف ان المساحة اللي هي س في ص بيساوي كام؟ 18 برضه. طب من اول معادلة دي 2 س، او هقسم على 2 على طول، يبقى س زائد ص بيساوي كام؟ 9. يعني الس بتساوي كام؟ 9 ناقص ص. تعال ناخد المعادلة دي ونعوض هنا، يبقى 9 ناقص ص هضربها في الص هتساوي كام؟ 18. صح يا باشمهندس؟ يبقى 9 ص ناقص ص تربيع يساوي 18. تعال نوديهم الناحية التانية، يبقى ص تربيع ناقص 9 ص زائد 18 بيساوي كام؟ صفر. أحلل، يبقى ص ناقص 3 في ص ناقص 6 بيساوي صفر. يبقى الص مرة ب3 والص مرة بكام؟ ب6. طب لما الص بتساوي 3، أنا عارف إن هو 3، 3 في 6 و18، يبقى الس بتساوي 6. لو الص بتساوي 6 يبقى الس بتساوي 3. يبقى والله يا باشمهندس هو محيطه 6، الضلعين سوري اللي هما 6 و3. خلاص، تعالى اللي بعدها. مستطيل يزيد طوله عن عرضه بمقدار 3، يعني افرض ان الس هو الطول، يبقى س ناقص ص بيساوي 3 اهو يزيد، ومساحته 28، يعني ايه؟ س في ص بيساوي 28. طب من اول معادله الس هتساوي كام؟ ص زائد 3. تعالى نحل، يبقى ص زائد 3 في الص هيساوي 28، ص في ص ص تربيع زائد 3 ص، صح؟ بيساوي كام؟ 28. يبقى الص تربيع زائد 3 ص ناقص 28 بيساوي كام؟ صفر. لو جيت حللت يا باشمهندس، يبقى ص زائد 7 في ص ناقص كام؟ 4 بيساوي صفر. من هنا الص هتطلع سالب 7، ومن هنا الص هتطلع 4. طب لما الص بسالب 7 ينفع طول بالسالب؟ يبقى مرفوض. طب لما الص بتساوي 4 يبقى هنا، يبقى الس بكام؟ ب7. جبت يا باشمهندس الطول والعرض 4 و7. هو عايز المحيط، فأقول له والله الطول زائد العرض اللي هو 4 زائد 7 وأضربهم في 2، يبقى 4 و7 11، في 2 يبقى 22 سنتيمتر. خلاص يا باشمهندس، واحدة واحدة، وهي الموضوع سهل جدا. السؤال اللي بعده يا باشمهندس بيقول لي معين الفرق بين طولي قطري 4 سم. هفرض إن طولي قطرين س وص، يعني س ناقص ص بيساوي كام؟ 4. بيقول لي محيطه بيساوي 4، طب ما أنا عارف إن محيط المعين بيساوي طول الضلع في 4. يبقى انا عرفت ان طول الضلع بكام يا باشمهندس؟ محيط يبقى 40، 4 في طول الضلع، يبقى طول الضلع 40 على 4 بيساوي كام؟ 10 سنتي. يبقى انا عرفت ان طول الضلع 10 سنتي. بص يا باشمهندس، المعين اهو، انا عارف من خواص المعين بنقول عدد ان القطرين مالهم متعامدين. طب انا جبت طول الضلع ب10، خلاص، ومعايا ان س ناقص ص بيساوي 4. هعمل ايه يا باشمهندس؟ انا عارف ان القطرين بينصفوا بعض، يعني ده هيبقى نص س وده هيبقى نص ص، مش احنا فرضناه س وص؟ فتعالى بقى نربع، يبقى نص س الكل تربيع
زائد نص ص الكل تربيع بيساوي ايه بقى؟ العشرة تربيع. مش هما متعامدين؟ يعني ربع س تربيع زائد ربع ص تربيع بيساوي 100. تعالى بقى نضرب في 4 يا باشمهندس ونخلص. يبقى س تربيع زائد ص تربيع بيساوي كام؟ 400. طب من أول معادلة أنا عارف إن الس بتساوي الص زائد الأربعة. تعالى بقى نشيل الس ونحط ص زائد 4، كل تربيع زائد ص تربيع بيساوي 400. يبقى ص تربيع زائد 2 في 4 ب 8 ص زائد 16 زائد ص تربيع بيساوي كام؟ 400. يبقى 2 ص تربيع زائد 8 ص، وهنجيب ال 400 الناحية التانية بإشارة مختلفة يا باشمهندس. يبقى 416 ناقص 400 يبقى سالب 384. خلاص كل ده بيساوي صفر. تعالى نقسم على الاتنين. يبقى الص تربيع زائد الأربعة ص ناقص، نقسم ده على الاتنين هتديني سالب 192 بيساوي صفر. خلاص يا باشمهندس تعالى بقى نحلل دي. خش على المود 5 3، حط 1 موجب 4 وسالب 192 وده هتساوي، بيقول لك ان الصاد مره هتطلع ب 12 والصاد مره بسالب 16. هل في طول بالسالب؟ لا، يبقى مرفوض. يبقى باشمهندس لما الصاد بتساوي 12 س ناقص 12 بيساوي 4، يبقى الس بكام؟ ب 16. يبقى طولي وقطريه فعلا بكام؟ ب 16 و12 يا باشمهندس. خلاص كده حلينا السؤال ده. تعالى نشوف اللي بعده. السؤال رقم 7 بيقول لك قطعتين ارض كل منهم على شكل مربع والفرق بين محيطهم 8 متر. طب تعالى واحدة واحدة. أنا عندي قطعتين أرض كل واحدة طولها مربع كده، هفرض إن طوله ده ضلع س وده طولها ص. فرق المحيط، ما هو المحيط الأولى اللي هو 4 س ناقص 4 ص اللي هو المحيط التانية بيساوي كام يا باشمهندس؟ بيساوي 8. يبقى دي أول معادلة. تعالى نقسم على 4، يبقى س ناقص ص بيساوي 2. تعالى نجيب الس، يبقى الس بتساوي ص زائد 2. خلاص أنت كده حليت أول حاجة. بيقول الفرق بين المساحة. طب مساحة الأولانية اللي هي س تربيع، مساحة التانية اللي هي ص تربيع، يبقى س ناقص ص تربيع بيساوي كام؟ 20. طب ما تيجي نحلها بالتحليل أحسن، يعني س ناقص ص في س زائد ص بيساوي 20. طب أنا معايا س ناقص ص بيساوي كام؟ 2. يبقى 2 في كام بيساوي 20؟ يبقى س زائد ص بيساوي 10، ومعايا س ناقص ص بيساوي 2. هجمع يبقى الاتنين س بيساوي 12، يبقى الس بكام؟ ب6. تعال نعوض في أي معادلة. لما الس ب6 يبقى الص ب4، يبقى طول ضلع الكبيرة 6 وطول ضلع الصغيرة كام؟ 4 يا باشمهندس. خلاص الحاجات اللي بتتحل بالتحليل أسهل لك بالتحليل. تعال نشوف اللي بعدها. بيقول لي يا باشمهندس مثلث قائم الزاوية طول وتر، ده أنا حليتها معاك في حصة الشرح نفس المثال بنفس الأرقام، لو ما شفتوش خش على حصة الشرح. خلاص بيقول لي مثلث قائم الزاوية طول أحد ضلعي القائمة، برضه مثلث أهو، طول أحد ضلعي القائمة معايا 1 ب5 ومحيطه بيساوي 30 سنتي، أوجب مساحة سطحه مبينا خطوات الحل. طيب الوقت يا باشمهندس أنا معايا الضلع، تعالى نفرض الوتر اللي هو س والضلع التاني اللي هو ص، مش هما دول الناقصين؟ طيب أنا معايا المحيط كله ب30. طيب مش المحيط اللي هو كله، يعني أنا عندي س زائد ص هتساوي 30 ناقص 5 يعني 25، صح؟ يعني منها الس هتساوي كام؟ 25 ناقص ص. دي أول معادلة. طيب تاني معادلة من الوتر، أنا عارف إن الوتر اللي هو الس تربيع بيساوي الص تربيع زائد 5 تربيع، صح؟ معادلة فيثاغورس. يعني الس تربيع ناقص الص تربيع هيساوي كام؟ 25. ما دي يا باشمهندس تعالى نحلها فرق ما بين مربعين تاني، س ناقص ص في س زائد ص هيساوي 25. طب انا عارف ان س زائد ص بكام؟ ب25. يبقى س ناقص ص بيساوي كام؟ 1، وس زائد ص بيساوي كام؟ 25. اجمع يبقى 2 س بيساوي 26، يبقى الس بكام؟ ب13. لما الس ب13 الص بكام؟ يبقى الص ب12. يبقى انا جبت الضلعين يا باشمهندس. خلاص يبقى انا كده جبت يا باشمهندس. عايز هو المساحه. طب مساحته بيقول لي اضرب نص في طول قطعي القائمه، يعني ايه نص في 5؟ جبنا الصاب بكام؟ ب12 على 6. 6 في 5 تديك كام؟ 30 سنتيمتر مربع. خلاص مساحة المثلث يا باشمهندس القائم بضرب نص في طول ضلعي القائمة. تمام تعالى نشوف اللي بعدها. بيقول لي مثلث قائم الزاوية برضو في أحد ضلعي القائمة يقل عن الضلع الآخر بمقدار 3
وطول وتر بيساوي 15. بص يا باشمهندس دي شبه اللي فوق بالظبط، الفرق ما بينها ان انا هقول الوقت الضلعين اللي هم القائمة هم اللي مش معايا، وطول الوتر 15 يعني الضلعين القائمة س و ص، بيقول لي فيهم واحد بيقل عن التاني بمقدار 3، يعني اقول له س ناقص ص بيساوي 3. وبعد كده يا باشمهندس هقول له ان انا عارف ان ال 15 تربيع بتساوي س تربيع زائد ص تربيع، خلاص، وانا معايا معادلتين هعوض واحل. والمثال ده انا شبه المثالين اللي انا حليتهم دلوقتي، فهنكتفي بالمثال ده. خلاص تعالى نشوف اللي بعده. صار كده 11 يا باشمهندس، بيقول لي مستطيل طوله س وعرضه ص مساحته 77. يعني ايه مساحته؟ يعني الس في الص بيساوي 77، فاذا نقص طوله 2 س، هو طوله اللي هو اهو س 2 سم، يبقى س بيقول لك اصبح مربعا. طب طوله ناقص 2 يعني س ناقص 2، صح؟ و زاد عرضه، العرض اللي هو ص 2 يبقى ص زائد 2 اصبح مربع. يعني ايه مربع؟ يعني الاضلاع بتساوي بعض، مش يعني دول ان هما بيساووا بعض، بس هي دي الفكره. فنجيب الص هنا يبقى س ناقص ص، هودي الاثنين هنا يبقى س ناقص ص بيساوي كام؟ 4. يعني منها ان الس هتساوي كام يا باشمهندس؟ الص زائد 4. خلاص يا باشمهندس تعالى بقى نعوض في الاولى، يبقى س زائد 4 في الص بيساوي 77، يعني ص تربيع زائد 4 ص ناقص 77 بيساوي 0. تعال نحلل، يبقى ص موجب 11 في ص ناقص ايه؟ 7. طبعا دي هتطلع لنا عدد سالب يبقى مرفوض، وهنا هنطلع الص بيساوي 7. طب ما انا عارف ان الس بتساوي ص زائد 4، يبقى الس بكام؟ ب11. بيقول لي اوجد مساحه المربع. طب تعالى بقى يا باشمهندس نجيب طول ضلع المربع، احنا معانا طول ضلع المربع اللي هو س ناقص 2. طب 11 ناقص 2 9، 9 في 9 81. خلاص فركز في دي، لان احنا جبنا طول الضلع، ممكن نجيبه بالصاد. هقول لك 7، 7 زائد 2 9، 9 في 9 81. خلاص رقم 12 بيقول لي عمر ايمن يزيد عن ثلاثة عمر ابن باسم. طب ايمن بقى اللي هو س وباسم اللي هو ص، عمر ايمن يزيد عن باسم يبقى س ناقص 3 ص بيساوي 1. بيقول لي لسنه واحده ومجموع مربعي عمريهما يزيد عن ثلاث امثله. طب تعالى مجموع مربعين اضلاعهما اللي هو ايه؟ س تربيع زائد ص تربيع، صح؟ ده مجموع مربع عمرهم يزيد عن ثلاثة أمثال حاصل ضرب العمرين، يبقى ناقص 3 في س وص، مش ده حاصل ضرب العمرين؟ تمام يا باشمهندس، كل ده بيساوي كام؟ 181. تعالى بقى نعوض، من هنا الس هتطلع بكام؟ 3 ص زائد 1، صح يا باشمهندس؟ تعالى نعوض، 3 ص زائد 1 كل تربيع زائد ص تربيع زائد ناقص 3 ص في 3 ص زائد 1 بيساوي 181. خلاص تعالى بقى نفك يا باشمهندس كل المعادله الكبيره دي، يبقى 1 زائد 6 ص زائد 9 ص تربيع زائد ص تربيع ناقص 3 ص ناقص 9 ص تربيع يساوي 181. تعالى نفك، 9 ص تربيع مع سالب 9 ص تربيع هيفضل لنا ص تربيع، سالب 3 ص وموجب 6 ص هيفضل لي 3 ص. اجيب ال 181 بإشارة مختلفة، يبقى سالب 180 بيساوي 0. احللها على الآلة هتطلع الص زائد 15 وص ناقص 12، ده هيبقى مرفوض لأنه هيطلع سالب، وهنا الص هتطلع ب 12. جبت الص ب 12 يبقى الس بكام؟ 3 في 12 ب 36، و 36 و 1 يبقى 37، يبقى عمر الكبير 37 وعمر الصغير 12. خلاص يا باشمهندس تعامل مع أسئلة واحدة واحدة. رقم 13 عدد مكون من رقمين، رقم احاد وضعف رقم عشراته. طب تعالى بقى يا باشمهندس نفرض ان رقم الاحاد هو س، وركز في السؤال ده وانا قلته في التطبيقات اللي قبل كده، ورقم العشرات اللي هو ص. بيقول لي ان رقم احاد وضعف عشراته يعني س بتساوي ايه؟ 2 ص. بيقول لي حاصل ضرب الرقمين اللي هو س في ص بيساوي نصف العدد الاصلي. طب ايه هو ايه نفس العدد الاصلي؟ نص في العدد الاصلي مكون من الاحاد اللي هو س والعشرات اللي هو 10 ص. وركز في دي ليه؟ قلت لك رقم زي 22 ده عباره عن 2 زائد 20، يعني ايه؟ 2 زائد 2 في 10. طب الاثنين دي اللي هي س والاثنين دي اللي هي ص، صح؟ اهي الاثنين هنا نزلناها س وزائد 10 ص. فهمت احنا بنعمل كده ليه؟ تمام يا باشمهندس.
يبقى احنا معانا ان السين بيساوي 2 ص، صح؟ تعالى بقى نعوض، يبقى السين هنعوض، يبقى السين ص هيساوي، هنضرب هنا على طول نخلص، نص س زائد 5 ص احسن. تعالى بقى نشيل السين ونحط 2 ص، 2 ص في ص يبقى 2 ص تربيع بيساوي نص س، يعني ص زائد 5 ص، يعني ال 2 ص تربيع ناقص ال 6 ص بيساوي صفر. ناخد الصاد عامل المشترك، يبقى 2 ص ناقص 6 بيساوي صفر، يعني الصاد هتساوي صفر وده مرفوض، والاتنين ص ناقص 6 هيساوي صفر، يعني الصاد هتساوي كام؟ 3. يبقى السين بكام يا باشمهندس؟ لما السين بتساوي 3 يبقى الصاد بيساوي 6، يبقى العدد هو 36. خلاص يا باشمهندس، تمام. تعال نشوف اللي بعده. رقم 14 بيقول لي عدد مكون من رقمين برضو، يعني رقم الأحادات س والعشرات ص، خلينا متفقين على كده. ورقم عشرات يزيد عن رقم أحاده بمقدار واحد، يبقى يعني ص ناقص س بيساوي واحد. طب منها إن ص بيساوي س زائد واحد، نريح دماغنا. طيب بيقول لي حاصل ضرب العددي وحاصل ضرب العدد الأصلي في العدد الناتج. طيب ركز بقى واحدة واحدة. العدد الأصلي اللي هو قلت لك إيه؟ س زائد 10 في العشرات، اللي هو س زائد 10 ص، وحاصل ضرب العدد الأصلي في العدد الناتج. طب العدد الناتج إيه يا باشمهندس؟ من عكس وضع رقمي، يعني هنعكس الرقمين، يبقى هنعكسهم إزاي بقى يا باشمهندس؟ يبقى والله س زائد 10 ص عكس، يبقى دي ص زائد 10 س يساوي إيه يا باشمهندس؟ بيساوي 252. خلاص؟ يعني الصاد بكام؟ بس زائد 1. تعالى بقى نشيل الصاد ونحط س زائد 1، 10 في س يبقى دي 11 س زائد 10 مضروبة في، هنا برضه هنشيلها يبقى س زائد 1 مضروبة في 11 س زائد 1، كل ده بيساوي 252، صح؟ تعالى بقى نضرب الأول في الأول، يبقى 121 س تربيع زائد 11 وحدة 11 يبقى 11 في 1 ب 11 س زائد 110 س زائد 10 بيساوي 252. هنجمع بقى، يبقى 121 س تربيع زائد 121 س ناقص 242 بيساوي صفر. طيب هنختصر يا باشمهندس، تعالى بقى نقسم على 121، يبقى س تربيع زائد س ناقص 2 بيساوي صفر. تعالى نحلل، يبقى س زائد 2 وس ناقص 1 بيساوي صفر، منها السين هتساوي سالب 2 ومنها السين هتساوي 1 وده مرفوض طبعا. طب لما السين بتساوي 1 يبقى الصاد بتساوي 2، يبقى العدد الأصلي هو 21. خلاص، يبقى عرفت يا باشمهندس الفرق ما بين الآحاد والعشرات. يقول لي تحرك نقطة على مستقيم 5 س ناقص 2 ص بحيث كان إحداثيها الصاد يضعف مربع إحداثيها السين، أوجد إحداثي هذه النقطة. هنفرض إن الإحداث السين اللي هو السين والإحداث الصاد اللي هو الصاد، فبيقول لي يا باشمهندس إن هو الإحداث الصاد ضعف، يعني الصاد هتساوي س تربيع ضعف التربيع، سوري، يبقى 2 س تربيع. تتحرك على المستقيم يعني بتمر بيه، يعني تحقق المعادلة، يعني إيه؟ هشيل الصاد وأحط 2 س تربيع، يبقى 5 س ناقص 2 في 2 س تربيع يساوي 1، يبقى 5 س ناقص 4 س تربيع يساوي 1. هنجيبهم هنا، يبقى 4 س تربيع ناقص 5 س زائد 1 بيساوي صفر، صح يا باشمهندس؟ تمام. يبقى تعالى بقى نحلل، يبقى دي 4 س في س هنا ناقص 1 بيساوي صفر وهنا ناقص 1، يبقى هنا الس هتساوي ربع وهنا الس هتساوي كام؟ سالب 1 موجب 1. خلاص، يبقى والله يا باشمهندس لما السين بتساوي موجب واحد يبقى الصاد باتنين، ولما السين بتساوي ربع، ربع تربيع اللي هو 1/16 في اتنين يبقى يديني تمن، يبقى الصاد بتساوي تمن، يبقى والله الاحداث يا باشمهندس ربع وتمن وواحد واتنين. خلاص تمام يا باشمهندس، تعالى نحل السؤال اللي بعده. السؤال رقم 16 يا باشمهندس بيقول لي راكب سيارة سافر مسافة س في اتجاه الغرب، يعني هو كان راكب مثلا عربية كده يا باشمهندس ومشى في اتجاه الغرب مسافة اللي اسمها س، خلاص دي العربية، ثم سار مسافة ص في اتجاه الجنوب، يعني نزل للجنوب كده في مسافة اسمها ص. بيقول لي في اتجاه الجنوب مجموع المسافتين بيساوي 28، يعني س زائد ص بيساوي 28. خلاص،
بيقول لي وكان البعد بين نقطة البداية ونقطة النهاية اللي هو المسافة دي 20 كيلومتر. أوجد المسافة التي سار الراكب في اتجاه الغرب وفي اتجاه الجنوب، يعني السين وساين. لو لاحظت يا باشمهندس المسافة دايما كده يبقى هو ده كأنه مثلث قاعد، فأي مشكلة؟ طيب يعني الوتر تربيع اللي هو 20 تربيع بيساوي السين تربيع زائد الصاد تربيع، صح؟ يبقى السين تربيع زائد الصاد تربيع ناقص ال20 تربيع اللي هي 400 بيساوي صفر. خلاص تعالى بقى نجيب إن هنا السين بتساوي إيه؟ 28 ناقص صاد. تعالى بقى نشيل السين، يبقى 28 ناقص صاد كل تربيع زائد صاد تربيع ناقص 400 بيساوي صفر. تعالى بقى نخلص ده يا باشمهندس. 28 تربيع اللي هي 784 ناقص 2 في 28 56 صاد زائد صاد تربيع زائد صاد تربيع ناقص 400 بيساوي صفر. يبقى 2 صاد تربيع ناقص 56 صاد 784 و400 يبقى موجب 384 بيساوي صفر. هقسم على 2 يبقى صاد تربيع ناقص 28 صاد زائد 192 بيساوي صفر. تعالى نحلل، 1 وسالب 28 و192 موت 5 3، 1 وسالب 28 و192 هتطلع مرة الصب 16 وهتطلع مرة الصب 12. خلاص يبقى الصاد والله يا باشمهندس طلعت مرة ب 12 ومرة ب 16. تعال نعوض بقى في المعادلة الأصلية، لما الصب تساوي 12 السين هتساوي 12، ولما الصاد هتساوي 12 السين هتساوي 16. يبقى المسافة والله اللي اتحركها هي 12 و16 يا باشمهندس. خلاص كده خلصنا الأسئلة دي، بقى تعال نخش على أسئلة المتفوقين. السؤال اللي بعده يا باشمهندس بيقول لي عايز مجموعة الحل، بيقول لي س بيساوي ص وعندي معادلة ليها س تربيع. طب تعال نشيل السين ونحط ص، يبقى ص تربيع ناقص 2 ص ناقص 2 بيساوي صفر. بص يا باشمهندس لو جيت عملت المعادلة دي على الآلة اللي هي هتحط العوامل اللي هي 1 وسالب 2 وسالب 2، بص هيديك أرقام كده. أول ما تعرف إن في أكسور اعرف إن هي هتتحل بالحل العام. تعالى بقى نحل بالحل العام، ال بواحد، الباء بسالب 2، الجيم بسالب 2. الحل العام سالب باء موجب وسالب جذر، باء تربيع ناقص 4 ا ج على 2 ا، سالب باء في سالب 2 يبقى موجب 2 موجب أو سالب جذر، باء تربيع يبقى 4 ناقص 4 في 1 ب 4، في سالب 2 سالب 8 موجب 4 يبقى سالب موجب 8 على 2 ا اللي هو 2، يبقى يساوي 2 موجب أو سالب جذر 12، 12 اللي هو 4 في 3 يبقى 2 جذر 3 على 2. فوالله يا باشمهندس مرة هناخد الاتنين عامل مشترك، هيفضل لي 1 موجب وسالب جذر 3. فأقول له والله مرة الصاد هتبقى بتساوي 1 موجب جذر 3، ومرة السين هتساوي واحد الصاد سوري 1 ناقص جذر 3. أما تعوض بقى يا باشمهندس، ما هي السين بتساوي صاد، فيبقى عندي مرة الحل اللي هو س بتساوي 1 جذر 3 والسين برضه، والصاد بتساوي 1 ناقص جذر 3 والسين برضه بتساوي كذا. خلاص كده ده السؤال الأول. بص يا باشمهندس السؤال التاني بيقول لي س زائد ص بيساوي 7 وجذر س زائد ص بيساوي 5. تعالى اللي ناخد فيها الجذر عشان نربع، هقول له إن الجذر س هيساوي 5 ناقص ص وبعدين هربع، يبقى الس هتساوي 5 ناقص ص الكل تربيع، يبقى 25 ناقص 10 ص زائد الص تربيع، صح يا باشمهندس؟ تعالى بقى المعادلة الأولى اللي هي س زائد ص بيساوي 7، يعني الس هتساوي 7 ناقص ص. تعالى نعوض، هنشيل الس يبقى 7 ناقص ص هيساوي 25 ناقص 10 ص زائد الص تربيع. تعال نجيبهم بقى الناحية التانية، يبقى الص تربيع سالب 10 ص وموجب ص سالب 9 ص، 25 وناقص 7 يبقى موجب 18 بيساوي صفر. تعالى نحلل، دي يبقى ص ناقص 3 ص ناقص 6 يساوي صفر. يبقى الص من هنا هتطلع ب3 والص من هنا هتطلع ب6. خلاص طيب تعالى بقى لما الص ب3 الس هتديني كام يا باشمهندس؟ لما الص ب3 هتديني الس 4. طيب الوقت يا باشمهندس الص، احنا لو جينا اتعوضنا في المعادلة الأولى يعني الص طلعت ب6 صح؟ طيب الوقت يا باشمهندس حطينا الص ب6 الس هتطلع ب1، يبقى جذر 1 زائد ص بيساوي 5. ينفع جذر 1 زائد ص اللي هي 6 بيساوي 5؟ يبقى ده مرفوض. خلاص يبقى الص بتساوي طلعت ب3، يبقى السين هتطلع بكام؟ ب4.
مجموعة الحل بتاعتي هي 4 و3 فقط، خلاص؟ فركز في التعويض يا باشمهندس. السؤال اللي بعده بيقول لي إذا كان سالب 2 و4 أحد حلول المعادلتين دول في حرف، فعدد أوجد ألف وباء، يعني إيه عدد حل يا باشمهندس؟ يعني ينفع أعوض بيه، فتعالى نعوض. سالب 2 يبقى سالب 2 س، سالب 2 أ سوري، لأن هنا الألف، زائد الباء اللي هي 4 باء يساوي 2، يبقى دي أول معادلة، صح؟ طيب تعالى نقسم على الاتنين، يبقى سالب أ زائد 2 باء بيساوي 1، ودي أول معادلة. تاني معادلة تعالى نعوض يا باشمهندس، أو هنخلي إن الألف هنا بيساوي 1 ناقص 2، لأ سوري، هنجيب الألف هنا يبقى موجب، يبقى 2 باء ناقص 1، 2 باء ناقص 1، يبقى الألف بيساوي 2 باء ناقص 1، ودي أول معادلة يا باشمهندس، خلاص؟ طيب تعالى المعادلة التانية، بيقول لي أ ب س ص، طيب تعالى بقى نعوض بنفس النقطة، س ص اللي هي سالب 2 في 4 يبقى سالب 8. يبقى سالب 8 أ ب زائد 2 س تربيع، س تربيع ب4 في 2 يبقى زائد 8 بيساوي صفر، هقسم على 8 يبقى سالب أ ب زائد 1 بيساوي صفر، يعني أقول لك إن الأ ب بيساوي كام؟ 1، خلاص؟ طب ما أنا معايا الأ بكام؟ ب2 باء ناقص 1، يبقى 2 باء ناقص 1 في باء بيساوي 1، يبقى 2 باء تربيع ناقص الباء وأجيب الواحد يبقى ناقص 1 بيساوي صفر. هتبص للمعادلة دي يا باشمهندس، 2 باء ناقص باء ناقص 1 بيساوي صفر، هتحللها اللي هي 2 باء زائد 1 في باء ناقص 1 بيساوي صفر، الباء هتطلع بسالب نص هتقول له مرفوض طبعا، والباء هتساوي 1، هعوض في المعادلة الأولى إن الألف باء بيساوي 1، يبقى الألف بكام؟ 1، يبقى أنا كده حليت المعادلتين اللي هما 1 و1، خلاص؟ كده يا باشمهندس يبقى أنا حليت لك تمارين الدرس ده كاملة. استنى بإذن الله شرح الدرس الجاي وحللك برضو التمارين بتاعته على طول. شكرا.